في ميدان المرمومة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بعدما انتهت أشواطنا المفتوحة في هذه الأمسية مساء هجن أصحاب السمو الشيوخ من فئة سن اللقاية. هنا نبدأ مع مسار هذه الهجن وأشواط الإنتاج في أشواط هذه المحميات، محميات أصحاب السمو الشيوخ، لتسير هذه النوعيات بداية مع المؤسسات العملاقة وشعاراتهم في ميدان التنافس والتحدي والمشاركة الفعالة. نرحب بالجميع ونبدأ الصراع دائما بالمشاركة والبداية الأولى. مقدمة الشوط تتقدم من خلال مثايل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر مثايل راشد بن خميس الغويص في المقدمة وفي الصدارة، بينما المركز الثاني تصل من خلاله أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. أما المركز الثالث فتصل الهدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. في عملية التضمير والتدريب يأتي راشد بن خميس الغويص مقدما هذه الأسماء. المركز الثالث انتقل مباشرة إلى الذيبة، تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، خامس المراكز. الانتقال هنا إلى المايدية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر حمد بن علي العويسي في المشاركة وفي التدريب. أما سادس المراكز في هذه الانتقالة نجد الآن نظرة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن يمعة الغويص السويدي، يتقدم نحو المركز السادس. المركز السابع وصول هي المتحدة لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد مختار بن أحمد في عملية التدريب والتضمير. أما المركز الثامن فتتسلل من خلاله في هذه اللحظات ريمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، يصل في هذه اللحظة ليحتل المركز الثامن. بينما المركز التاسع هملولة تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سعيد بن محمد بن مروشد. بينما المركز العاشر وصلت في هذه اللحظات جمرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمضمر يمعة بن عتيق الرميثي. هذه الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم أيها المتابعين الأكارم، أيها المشاركين في ميدان المرموم في انطلاقاته وتحديات المساء. نسير نعود إلى المقدمة، نعود إلى مثايل، نعود إلى الهدة، والثنتين سيطرا على مقدمة الشوط. هذه مثايل والهدة يحملنا شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة راشد بن خميس الغويص، هو المتقدم حتى اللحظة، يقود المجاميع، يقود المسار نحو التحدي والمنافسة. بينما المركز الثاني وصلت إلى النظرة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر علي بن يمعة الغويص يأتي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هملولة تتدخل على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن محمد بن مروشد أفراح من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، والمضمر والمتابع طارش بن مبارك بالقوبع. هنا تصل في هذه اللحظات وتتقدم المتحدة لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد على المركز الخامس، يضمرها مختار بن أحمد. هذه الأسماء القادمة، دخلنا في أجواء الكيلو الأخير، دخلنا في أجواء التحدي المثير. والمركز الأول لا زال العنوان يحمل مثايل، مثايل ما مثلها مثايل على المركز الأول تخايل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر راشد بن خميس الغويص. ها هو يقدم هذه المثايل من احدى المحميات، محمية النخلي، تسير تتقدم تندفع بالمركز الاول. بينما المركز الثاني هناك هملولة من محمية اليلايس قادمة بكل قوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. هذه الان تتقدم
تتسلل إلى المركز الأول لتعلن عن عنفوانها، لتعلن عن وجودها في النقطة الثالثة في هذا المساء بعدما قدم انطلاقات هملول وهملولة، الآن يقدم هملولة كذلك ضمن أشواط الإنتاج في هذه الأمسية بشعار بو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هي هملولة إلى المركز الأول، إلى التفوق، إلى الآفاق، إلى هذا الشعار التحية والسلام، شعار بو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، داعم هذا الشعار بالإنتاج، داعم هذا الشعار بالمشتريات للمرة الثالثة في هذا المساء كذلك مع المضمر المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروج التهانين والناموس. المركز الثاني مثالي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث شوايني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الليان، المركز الخامس نظرة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الإصرار والتحدي والتنافس. نعود إلى التوقيت الزمني، لحظات وصول هملولة إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار في توقيت زمني مقياس 6 دقائق 3 ثواني وفاء وتماما وكمالا. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتاني أكيد للمضمر سعيد بن محمد بن مروشد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان تحدي وانطلاق 6 دقائق 5 ثواني، 5 أجزاء من الثانية كانت مثايل لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم ويضمر رايد بن خميس الغويص، حلت في المركز الثاني. المركز الثالث كانت شواهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم ب6 دقائق 5 ثواني، 6 أجزاء من الثانية، والثانية للمضمر مشاهدينا الكرام كاسب بن سالم المسافري. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت الانطلاقات والتحديات في مشوار المسار.